زواج واحد حياتك يعني فقرتك كلها زوم. انا اوعدك ان في سؤال جاي حتنكسر الكاميرا، لا عاد فيها زوم اوت ولا عاد فيها كلوز. لا شوف، عرفنا حاجات كثير، عرفنا ايش بنسوي لو طلعنا. انت ايش بتواجه؟ ايش الفئات اللي بتواجهها؟ انا انسان، يمكن انا ما اشخص، بس انه انا انسان قد خذيت من التنمر ومن السب ما اقدر عليه، من اللي قد شبعت فيه الصدق حقيقة يا ابو سعد. انا انسان مره بالمرات او فتره من الفترات كان عبد الله الشهراني صامل، هو الحالة يكافح جمهور سلبي. حلو. فترة قديمة كنت أنا واجه الجمهور هذا سلبيا الحالي، كنت صامل من رغم صغر سني. فأتوقع الحين لو يجي كلام سلبي أو تغريدة سلبية أو أي شيء سلبي أصير أخذه بابتسامة كبيرة وأريحية عامة. مرحلة تبلد ولا مرحلة فهم؟ لا فهمت، فاهم، لأني مريت بمرحلة اللي كلام سلبي يجيني أبكي حقيقة. أنا أكلمك فترة من الفرات اللي راحت، الفترات اللي راحت كان يجيني كلام سلبي، قدام الكلام السلبي هذا يعطيك العافية شكرا أصد دمعتي تنزل. ليش يا عبد الله استفزازك سهل ولا تحس أنه لامس شيء داخلك؟ بداية ولامس شيء، يعني أنت إنسان محكور في قرية سنينك، فجأة في فترة حجر بوف صرت بثر تنزل مقاطع. يعني سبب ظهورك في فترة كورونا؟ فترة كورونا، طلعت فترة كورونا جمعت يمكن قرابة 300,000 متابع في منصة التيك توك، راح الحجر. عبد الله كان يوصلك فعلا كلام يجرح بقوة لدرجة الوجه بالوجه فيس تو فيس؟ بعطيك مثال عادي أمثل دي حياتك. قبل البرنامج بأسبوعين كنت في شارع الفن، إحدى الأخوات كان يصورون من بعيد إنه هذا عبد الله الشهراني، عرفتي أختها جنبها، وأنا أخذها بموقف ضحك. أختها جنبها قالت ما أعرف هذا الشكل، ما أعرف إلا هلا. طبعا المقطع يمكن جاب مليونين مشاهدة في تيك توك، فوق 50,000 لايك. يعني هي رمت الكلمة هذه، رمت الكلمة ومشت. هي ممكن أضايقني يعني ما أغلي، بس وصلت المرحلة اللي خذيتها ضحك. أنا قد تضحك خلاص شبعت من الكلام السلبي. أختصر لك، أختصر لي، لو ما تعرفك ما نزلتها في حسابها. أقول لك إنه هو اللي هي حقيقة هذا أنت قلته، بس اللي قال اللي تكلم من توقع أخت لها أو مدري، هم مجموعة فهمت، فرمت الكلمة هذه. في ناس كثير قالوا أوه لا، يعني اللي يشوف المقطع وش بتكون خاطرة، هم ما يدرون إنه بداياتي كانت في وحل وكان فيها ضيم، ضيم شديد، كثير البكاء، كثير البكاء. هو أنا أقول لك حساس عشان كذا أدنى ما بكاني، أدنى ما بكاني. كم شخص